أعزائي المشاهدين، احنا في قلب الحدث، في المكان اللي تخدوا منه هذوك الصور اللي زعزعات الرأي العام. هذا هو المكان ديال الاحتجاز ديال هذيك البنت، احتجاز في كوري مشبيك. اليوم اللي دخلنا كيقولوا لنا ها هو نقيو، مع العلم اننا شفنا في الصور انه مسخ فيه الزبل، ولكن دابا ماشي غير فيه الزبل، انا كنقول لكم فيه واحد الريحه نتينه، مستحيل ان شي واحد يدخل ويقدر يصبر. انا كيحرقوني عينيا بالريحه اللي كاينه فيه، كاين ريحه الخنز، ريحه الخنز حاشاكم، ديال البول ديال الانسان خنز. اليوم جينا باش نقول لكم الحقيقه اللي شافوها المغاربه في المغرب وخارج المغرب، واللي جاوا منابر اعلاميه بغين يكذبوها. اليوم كنقول لكم اتقوا الله في نفوسكم، راه تنقلات الحقيقه عبر منابر اعلاميه اللي كتحترم راسها، نقلاتها بكل احترافيه، وجيتوا بغيتوا تكذبوا الحقيقه اللي ما كتضركش ولو ديروا اللي درتو، في حين ان الام كتاكد انها بالفعل هي اللي كانت ساده على بنتها هنا، وانتم جيتوا كتقولوا انها ما كانتش مسدود عليها. اليوم وضحنا بالدليل والبرهان ان كانت الدريه كتسد عليها هنا وكانت عريانه، بالفيديو اللي وثقوه الناس اللي جاوا على غفله. شوفوا معانا هذه البنت كيفاش كانت عايشه في كرياج، واش شي واحد غادي يقدر يعيش بهذه الطريقه؟ كاين فيكم اللي غيقدر يعيش بحال هكا؟ رساله للمنابر او لشبه المنابر اللي كتدعي الاحترافيه، كونوا صادقين مع رؤوسكم ومع الله عز وجل ومع المغاربه، نقلوا الحقيقه كما هي. اجيو ديروا في حالنا، خذوا الراي والراي الاخر. احنا ملي خدينا الراي ديال الام اكدت لنا ما جاء في صور، وانتم جيتوا كتكذبوه. اعزائي المشاهدين، هذا الفيديو باش نوضحوا للراي العام صراحه، القنوات اللي كانت تنقل الحقيقه من القنوات اللي كتكذب على المغاربه. ما غاديش نزيد تعليق اخر، وغادي نقول لكم الى اللقاء.